في ذكرى رحيل الشاعر القدير نزار قباني، إليكم في حلقة اليوم من توب 10 أهم 10 مطربين غنوا من أشعاره. غنت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم قصيدتين من أشعار نزار قباني، وكانت الأولى قصيدة أصبح عندي الآن بندقية، وذلك عقب أحداث نكسة 67، ولحنها الفنان الكبير محمد عبد الوهاب، كما غناها أيضاً. والقصيدة الثانية كانت عندي خطاب عاجل إليك، واللي رثى فيها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ولحنها الموسيقار رياض السنباطي. غنت الفنانة اللبنانية فيروز ثلاث أغاني، وهي قصيدة وشاية وموال دمشقي ولا تسألوني من اسم حبيبي، وهي القصيدة الأشهر بصوت فيروز ولحنها زوجها عاصي الرحباني. الفنانة نجاة الصغيرة غنت أيظن أسألك الرحيل متى ستعرف كم أهواك وماذا أقول له. غنى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ قصيدتين من أشعار نزار قباني، ولحنهم الموسيقار محمد الموجي، وهما رسالة من تحت الماء وقارئة الفنجان، والتي كانت آخر قصيدة غناها العندليب الأسمر على المسرح. فازت الفنانة ماجدة رومي أيضاً بنصيب كبير من القصائد اللي كتبها الشاعر الكبير، وهي بيروت ست الدنيا، كلمات، الجريدة، أحبك جداً، طوق الياسمين. ارتبط اسم الفنان الكبير كاظم الساهر باسم الشاعر الكبير نزار قباني، فكلاهما أضاف للآخر، حيث أبدع الفنان العراقي من خلال ألحان وصوته في نقل مشاعر الكلمة اللي ألفها نزار. وغنى كاظم عدد كبير من القصائد اللي كتبها نزار قباني، ومن أشهرها التلميذة، أشهد أن لا امرأة، زيديني عشقاً، قولي أحبك، كل عام وأنت حبيبتي، وغيرها الكثير من القصائد. الفنانة الكبيرة فايزة أحمد غنت قصيدة واحدة من أشعار نزار قباني، وهي رسالة من امرأة، واللي لحنها لها زوجها الموسيقار الكبير محمد سلطان. غنت الفنانة غادة رجب قصيدة واحدة من كلمات نزار قباني، وهي قصيدة لماذا، ولحنها الفنان كاظم الساهر. غنى الفنان السعودي طلال مداح أكثر من قصيدة للشاعر الراحل، وهي إني خيرتك، متى ستعرف كم أهواك، جاءت تمشي باستحياء. الفنانة لطيفة التونسية غنت أكثر من قصيدة للشاعر نزار قباني، ولحنها الفنان كاظم الساهر، وهي ياقوت تلومني الدنيا العاشقين. الفنانة السورية أصالة نصري غنت ثلاث قصائد من أشعار نزار قباني، وهي القصيدة دمشقية، واللي غنتها من خلال أحداث مسلسل بيتناول السيرة الذاتية للشاعر الكبير، ومن أين يأتي الفرح وإغضب من ألحان الموسيقار حلمي بكر.